اتشرفت فيك يا طبيب. الله يسعدك، الله يخليك. من تركيا يعني ولا بتشتغل في تركيا؟ أعمل في تركيا. يا رب يوفقك يا رب. هو صراحة نفسي أكون كده بس مفلحتش. كان نفسك الطب ايه؟ الصحي حلو صراحة والله، إن أكون كده طبيبة يعني. كان نفسك تكوني طبيبة انت فيها. ادرسي وخشي، ادرسي خشي ادرسي و لا كنت عايزة أكون أطفال أكتر، كنت أقول أطفال، عايزة أكون طبيب أطفال. طب ايه المشكلة؟ ايه اللي منعك؟ ما وصلتش للعلامة اللي بدي إياها يعني، عادي، ما هي اللي مشكلة، منعني. المهم ما مشكلة، اجتهدي مثلا، اشتغلي، حاولي تدرسي بشكل خاص، مش شرط تدرسي في يعني في حكومي او كده، يعني انا قصدي انت ممكن تعملي الفلوس اللي ممكن تعمليها وتدرسي في الخاص بدل ما تدرسي لو الحكومة مش راضية تاخدك عشان العلامة بتاعتك. يعني خلي اتمسكي بحلمك، يعني ما تتخليش عن حلمك بسهولة، ونشوفك ان شاء الله قريبا طبيبة اطفال. يعني ايه المشكلة؟ يعني ما تضيعيش الحلم منك علشان العلامة بتاعتك كانت ضعيفة. ناس كتيرة جدا علامتها كانت ضعيفة، ومن أفضل أطباء العالم، كانت يجب ان هم تمسكوا بحلمهم وبالفعل مثلا عملوا المبلغ الكافي أو تصرفوا في فلوس بأي طريقة يعني، ودخلوا ودرسوا. يعني ايه المانع؟ انت مش أقل منهم في حاجة يعني. أكيد طبعا، إن شاء الله كلامك مفيد صراحة وفادني يعني. الله يسعدك، الله يخليك. هو شغل برا بيختلف شوية عندنا من هون في والله الطب بالذات. لا، بصي، هو مش هقدر اقول لك ان الطب بيختلف، الطب ما بيختلفش، لكن هو الجودة نفسها يعني، او المكان نفسه بيختلف، النظام نفسه بيختلف، القانون بيختلف، لكن ما عشان كده قاعد بقول الطب هو الطب في اي مكان في العالم يعني. شرفت فيك بجد والله، انا عامل لك كل